بحضور أعضاء من الكونغرس وبالبيت الأبيض، وقع الرئيس جو بايدن قراراً بإقامة تمثال وطني للطفل الأمريكي من أصول أفريقية ماتيل، الذي كان قد قتل في 14 من عمره على يد رجال بيض بولاية ميسيسيبي، قادماً إليها في زيارة عائلية من مدينته شيكاغو العام 55 من القرن الماضي، في حادثة وصفت بالعنصرية وأطلقت شرارة الحركة الوطنية للحقوق المدنية في تاريخ الولايات المتحدة الحديث. علينا أن نعرف كل شيء يتعلق ببلادنا، الجيد من تاريخنا والسيء منه كذلك، لأن ذلك هو ما تفعله الأمم العظيمة ونحن أمة عظيمة. علينا أن نتعلم مما حدث لتصحيح الأخطاء ونحقق التقدم الواجب إلى الأمام. بايدن وفي خطابه بالمناسبة عاد بذاكرة الأمريكيين إلى قسوة التي واجهت والدة الطفل القتيل عندما عرفت بحقيقة مقتل ابنها وما تبع ذلك من فشل قانوني وقضائي في تحقيق العدالة في هذه القضية، مشددا في الوقت ذاته على أن الأمريكيين من مختلف الأجيال لهم الحق في معرفة حقيقة الأحداث التي طبعت تاريخ بلادهم. علينا كمواطنين صالحين أن نتذكر وندرس تاريخنا عبر كامل محطاته، حتى منها التي تعتبر مؤلمة. حديث بايدن ونائبته كاميلا هاريس لم يخلو أيضا من الإشارة إلى ذلك الجدل القائم حاليا في أجزاء من البلاد حول تعليم تاريخ الأمريكيين الأفارقة من الأجيال الجديدة من الأمريكيين، وهي القضية التي باتت في صلب التراشق الحزبي بين الجمهوريين والديمقراطيين. ما يقول به الرئيس بايدن في هذه المناسبة هو ذلك التأكيد على تنوع وتعدد المحطات في التاريخ الأمريكي عندما يتعلق الأمر بمسألة الحقوق المدنية. يقول أيضا أن هذه المحطات على الأمة الأمريكية أن تتعلم معها وتتصالح معها، ولكنها أيضا يجب أن تكون سببا إضافيا لمزيد من التقدم إلى الأمام لأجل حياة أفضل لكافة الأمريكيين على اختلاف أصولهم وأعراقهم. رابح فلالي، الحرة، واشنطن.